السلام عليكم. اليوم حابب اشرح لكم كم مره كنت اشوف ناس كثير لما يوقفوا السياره، فكيف الهاند بريك او الفوت بريك، كيف يسوي في السياره، كيف يوقف مظبوط. الان انا مثلا جاي، خلينا نقول الحين هذه طالعه، انا حابب اوقف السياره، هذه طالعه شويه. الان اذا الارض ما هي مستويه، الان نفترض جينا كذا، حلو. الان مثلا خلاص هذا موقف السياره، حلو. الان حطينا السياره على الان، لما تيجي ترفع رجلك الناس يقوموا يشعروا على طول حاطينها على البي، يحطوا السيارة على البي ويدعس الفوت بريك مع بعض. هذا غلط. اللي تسويه طول عمر كالاتي: السيارة الحين على الدي، هذا طلع. الان السيارة على الدي، حط رجلك على البريك، حط الفوت بريك، حط السيارة على الان، ارفع رجلك. الان السيارة رجعت وتحمل وزن السيارة كله على الفرامل، شوفوا اهي رجولي ورا، السيارة وزنها كله محمل على الفرامل. الآن بما أن السيارة كلها محملة على الفرامل، الآن تيجي تحطه على البي وتيجي على إيش، تطفي المكيف وتطفي السيارة وتمشي. في ناس كثير يحمل الوزن كله على الجير بوكس، أو يحط نفسه في نفس الوقت بيحط الجير مع الفرامل، ما بتزبط إلا ما بتحمل وزن السيارة كله على الجير وبعدين تمسك الفرامل معه شوية، وهذا يعني هذا غلط، لأنه مرة على مرة في مرات كثير كده إلا التروس حقت البي الجير بوكس القدام حقت هذا بتتكسر مع بعض وبعدين إيش بتتعدم. الآن حملنا الوزن كله على الفرامل، الجير بوكس مستريح كده. الآن هذه طريقة تعشيق الفوت بريك أو الهاند بريك، كيف الواحد يعشق بطريقة علمية سليمة يحافظ فيها على السيارة بدون ما يكسر شيء. أتمنى إن شاء الله تكون يعني إيش النصيحة دي يعني تلقى قبول عندكم، ولا تنسونا ودعاكم وجزاكم الله خير.